راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات، أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية سنار أن نستضيف السيد أنس عمر، عضو لجان مقاومة سنار، حول الحراك السياسي في الولاية ورايهم حول ما يدور في الساحة السياسية في البلاد. أهلا ومرحبا بك السيد أنس في راديو دبنجا. الملفات بتاعت الخدمة المدنية دي، الموظفين مدمرين نفسيا، التفاصيل اللي بتحصل من الوالي، يعني الخدمة المدنية في سنار نقول منتهية، الشارع السناري ذاته يعني بدأ ينتهي زي ما بقوله، لأنه فيه أعراض بتاعت تخوين وفيه مشاكل بتاعت فتن بتحصل من الحكومة الانقلابية. لكن الآن كشارع سناري كده الناس شغالة في ترتيب، مليونيات الداخلة علينا هنا، تعرفين احنا يمكن حيكون في اعتصام في الامانه بتاعت الحكومه من السبع محليات حيتوجهوا لسنجا، باعتبار انه حيكون في اعتصام في امام القياده بتاعت الجيش في سنجا. المهم السبع محليات في تنسيق الان بيتم بيناتهم على اساس انهم دارين يعملوا حاجه ما حصلت يعني في الولايه، حتى التفاصيل دي لحد اللحظة ما معلنة، لكن يمكن أقول لك الإضراب بتاع العمال بتاعين الخزان، أمس في إضراب بتاع الهيئة بتاعت الكهرباء، وقبالة في كشوفات بتاع التنقلات للموظفين، أي موظف زول سوري أو زول سياسي الوالي شغال فيهم تنقلات تعسفية وحاجة بتاعت انتقام، يعني يشوف ليه موظف مرق بيطالب بحقه في الخدمة المدنية، بيطالب بحوافزه، بيطالب باستحقاقاته كموظف، يقوم يحول الموضوع سياسي، يحول الموضوع سياسي في انه يا اخي يعمل له مجلس محاسبه، يعمل له موضوع بتاع مجلس بتاع تحقيق، يعني يترك الموظف بدون اعباء. الوالي الانقلابي شغال يعني في ولايه سنار، الاستثمار ذاته شغال يمكن فيه للجنجويت، انتهى من المشاريع الزراعيه، المشاريع الاستثماريه الموجوده في سنار او الموجوده في الولايه عامه، وحتى يمكن الاستثمارات الآن العقودات اللي قاعدة تتم ما قاعدة يستوفي فيها الشروط بتاعة الاستثمار الاتحادية يعني ولاية سنار زي ما بقولوا الوالي جهدها زي الموصى عليها، يعني احنا لحد اللحظة آخر مليونية طلعت في سنار، بنقول المليونية بتاعة 30 يونيو، حسب انه الطلبة كان عندهم امتحانات في الجامعة وشغالين مناقشة بتاعة بحوث وكده. لكن الآن الناس دي شغالة ترتيب في مواضيع انه حيكون في حراك على مستوى السبع محليات. نعم، يعني يمكن ده على المستوى بتاعت الولاية، يعني على المستوى بتاعت المركز برضو لو لاحظنا منذ الانقلاب وحتى اليوم يعني ما في أي انفراج في الأزمة السياسية الحالية، على الرغم من أنه شهدنا مبادرات كثيرة، وأنتوا بالذات كلجان مقاومة يعني رؤيتكم شنو بالخروج من الأزمة السياسية الحالية؟ تمام. طيب لحد أمس أنا شايف التنسيقية بتاعت لجان مقاومة الخرطوم طلعت لها بيان يعني بتوجه فيه رسالة لجميع الشعب السوداني والمكونات السياسية الأخرى. المهم يعني البيان طلع من التنسيقية بتاعت لجان مقاومة الخرطوم المركزية ده كفى ووفر للرأي بتاع السودان عامة، يعني طالبوا فيه المكاشفة الثورية المقدمة من تنسيقية لجان المقاومة مثلا، يعني التفاصيل الجاية حاليا في المركز كلها تفاصيل بتاعة توحيد قوى الثورة، يعني التفاصيل بتاعة البيان الجوي الأخير النزل أمس ده بتدل إنه في بجد المركز صاحي، وإنه بجد يعني الرؤية اللي قاعد تقدم لجان المقاومة رؤية وطنية، يعني ما رؤية حزبية، والمبادرات اللي قاعد تتم دائما بتكون ممولة إما من جهة إما من المجلس العسكري أو إما من جهة من مسمى جديد للكيزان أو شيء جديد لحكومة الإنغاز مثلا، التيارات الإسلامية، مبادرة الجيت وغيره. وما بعيد عنك ذاته يعني إذا أصلا المبادرات دي قاعد تكون ناجحة
شهدنا المبادرات ان احنا اقرب لنا المبادره اللي تمت في اغليم النيل الازرق لو وصل المبادرات اللي قاعد يقوم بها المجلس العسكري او باقي الاجسام الثانيه ناجحه كانت تنجح في اغليم النيل الازرق التطهير العرق البصهر او الحاصل حاليا. خليتني المبادره بتاعت اصلاح وطن او السودان عامه، انت اغليم واحد ما قدرت تعمل فيه مبادره، دار تعمل مبادره للسودان كله. يعني المبادرات اللي بتتم دي كلها حاجات واهيه ساكت وما لها علاقه بالاهداف الاساسيه بتاعت الثوره ولا بتحقق حاجه من مطالب الثوار. احنا هسه حاليا كده في لجان مقاومه السنان بنتابع الاحداث من لجان المقاومه، اما المبادرات اللي بتقوم بها التيارات الثانيه دي والمسميات الثانيه دي ما بتمثل حاجه في الوطن. لكن احنا واضحين تماما اي مبادره تتبناها لجان المقاومه بعيدا عن مسميات الحزبيه وغيره، واظن تماما ان ده الهدف. عندك هسه حاليا المليونيه بتاعت 13 سبتمبر يكون فيها يمكن تنشيط بالشارع. نعم. اما المليونيه بتاعت 21 اكتوبر اللي هي دي ذكرى الانقلاب العمل البرهان، اذا ما سقطوا في 13 سبتمبر احنا متاكدين تماما ان المليونيه بتاعت 21 اكتوبر دي حتسقط النظام او المجلس العسكري بمن فيه. يعني الانقلاب بتاع 25 اكتوبر ده حينتهي في المليونيه بتاعت 21 اكتوبر. نعم. يعني لكن يا استاذ انس، الناس بتتكلم فعلا، يعني بتتكلم انه الاسقاط وما الاسقاط، القوى العايزه ذاتها انها تسقط، كان لجان مقاومه الحريه والتغيير المركزي الحزب الشيوعي الحركات المصطفى معاكم، ما قادرين تتوحدوا مع بعض عشان تكونوا كتله كويسه. عندك مسألة انه بعد الاسقاط اللي بيحصل شنو؟ يعني هسي انتوا لو ما اتفقتوا، اذا اسقطتوا النظام الانقلابي زي ما انتوا بتقولوا، هتكرروا نفس التجربة بتاعت 2018، ما حتقدروا تديروا الفترة الانتقالية بشكل كويس وكده. تمام. طيب انا اقول لك يعني الاتفاق ده بيتم يا استاذ امين، يعني من انه يا اخي زي ما قلنا يا اخي الثورة جات ثورة بتاعت وعي. تمام. نعم. الفترة الفاتت بتاعت الثلاثين سنة الفاتت دي يمكن الشباب كان تم إخصاؤهم تماما من المواضيع السياسية والمواضيع النغابية والمواضيع التشريعية، يعني البرامج دي كل القوانين دي كل الشباب كانوا بعيدين منها تماما، يعني ما كانوا مجربين ولا مدركين. يعني حتى لو رجعت لأنه زمن الحرية والتغيير سمت نفسها إنها كممثل للشعبي، الشباب كان سكتوا، سكاتهم ده كان يعني ما دل على إنهم رفضوا أن إحنا أنتم ما بتمثلونا كأحزاب، لكن سكاتنا ده بيرضينا انه احنا كده نجربكم. انا بقول لك الفتره اللي فاتت في 2018 دي كانت فتره بتاعت تجربه او فتره بتاعت دورات تدريبيه للشباب، يعني تماما انه الاحزاب لمن تخترق او الحركات المسلحه ذاتها شركاء سلام، يعني لمن اخترقوا الصفوف بتاعت لجان المقاومه عشان يطبخوا شنو؟ يطبخوا الكرسي بتاعهم فقط. لكن انا باكد لك تماما بعد الثلاثه سنه والاربعه سنه الجايه علينا دي ان الشباب في الفتره دي اخذوا دورات تدريبيه تماما عن الافكار وعن السياسات اللي ممكن تقدم البلد. ان الشباب لو جو يتفقوا الان ما حيتفقوا باجنده مقدمها او بافكار مقدمه حزب او مقدمه حركات مسلحه او مقدمه اي جسم او مسمى ثاني، مع احترام لكل المسميات دي، ما حيمشوا تحتها. ليه؟ لانه عارفين ان الاجنده اللي بتجي ما كلها بتخدم البلد. لكن الان الشباب دي ملتفين حول الميثاق، ميثاق سلطه الشعب، يعني ده الشباب دي متفقه تماما انه الشيء الممكن يقدم البلد دي ميثاق سلطه الشعب، لانه بيمثل السودان بما فيه حركات احزاب جميع المبادرات والمسميات الثانيه دي داخل الميثاق. تمت المناقشه بتاعت ميثاق سلطه الشعب ده على اوسع نطاق مما انت تتخيل. يعني لو في اتفاق في الشباب مع الشباب مع باقي الاجسام دي حيكون حول ميثاق سلطه الشعب، حول طريقة إنفاذه وإنجاحه. باقي الأحزاب والحركات اللي بتجي حتجي جزء، يعني شريك، ما أقول لك يعني شريك بنسبة زي ما هم بيقولوا يعني ليهم 60% و30% للشباب، لا، بنسبة يمكن أقول لك ب 30% للمسميات السياسية الثانية و 60% أو 70% للجان المقاومة. لانه كل الميثاق بتاع سلطه الشعب ده واضعين لجان مقاومه، مجرد تصريحات او نقاط معينه علقت عليها بعض المسميات والاجسام الثانيه النغابات وغيره، وتم تضمينها داخل الميثاق. يعني لو في اتفاق بيجمع الاجسام ده افتكر انه هو ميثاق سلطه الشعب الموضوع من لجان المقاومه. تم طرحه على مستوى السودان وتم مناقشته، ده ممكن ان احنا نتفق عليه، اما ثاني اي برنامج ثاني يجي من احزاب، يجي من حركات، يجي من مجلس عسكري، احنا يعني بنقول ما بيمثلنا، لانه دائما المسميات دي بتخدم
المصلحة الحزبية المصلحة الشخصية. يعني حاجة بسيطة، لو جيت أنا أقول يا أخي لجان المقاومة شنو؟ أكثر المفهوم بتاع العامة في السودان بيتكلم لك عن إنه يا أخي لجان المقاومة دي حركات ولجان المقاومة دي أحزاب. لا أنا بقدر أوضح حاجة واحدة، لما يقول لك لجان المقاومة ده أعرف زلزال القاومة الظلم، قاومة النظام بالطريقة اللي هو بيعرفها، يعني ضد النظام بتاع 30 يونيو 30 سنة أقصد الفاتت والثورة بتاع ديسمبر وغيره. ده الزول اللي هو ممكن نقول عليه لجان مقاومة، لما يكون ما عنده حزب ما عنده جسم بينتمي له، ده نحن بنسميه لجان مقاومة. الأستاذ بطباشيرته، الدكتور بسماعته، المهندس بمسطرته، وجميع الوظائف من أدناها من أدنى وظيفة إلى أعلى وظيفة، لما يكون ما تابع لأي حزب ده نحن بنسميه لجان مقاومة. حتى إذا قلنا بالأحاديث إلى ضعف الإيمان، بقلبه ساكت كان بغاوم الظلم اللي بيحصل في 30 سنة الفاتت دي، نحن بنسميه لجان مقاومة. إذا كده أنت لما تجي تتكلم في الحتة دي، إحنا لما نجي نتكلم في الحتة دي بنلاقي إنه الشعب السوداني ده طلب في أربعه أو معظمه في لجان مقاومة بدون ما يدري. معناه نحن لما نقول نحن في لجان مقاومة، إحنا معناه بنتكلم عن الشعب السوداني. إذا لو في تمثيل للشعب السوداني ككل، هي لجان المقاومة اللي بتمثله. ليه؟ لأنه حتى لو قلنا باقي التيارات الأقسام الثانية والمسميات الثانية دي تلقاها عندها أعضاء محصورة باستمارات، لكن الآن لجان المقاومة ما عندها استمارات، الشرعية بتاعتها مخدها شرعية ثورية من الشارع نتيجة لمقاومة الظلم والنظام. يعني لجان المقاومة دي إذا جه حزب شيوعي حكم بتدعمه في حالة إن الأجندة كانت وطنية، جه حزب يوم حكم بتدعمه في حالة كانت إن الأجندة وطنية. أي حزب إن كان يساري ديمقراطي اتحادي جمهوري، أي حزب جه حكم السودان لجان المقاومة دي معه في انه هو يقدم حاجه بتخدم السودان وتخدم المواطن. يعني لجان المقاومة دي اللي رجعنا للاساس بتاعها هي الشعب، وهي اللي بتمثل الشعب، والحركات والاحزاب وباقي الكلام ده كله طالع من رحم لجان المقاومة. زي ما انت عارف لجان المقاومة الفتره الفاتت كان تم اختراقها، لكن افتكر الكورس والفتره جربوها فيها الثلاثه سنه دي، ادت لجان المقاومة فرصه بتاعت انه يجربوا ويعرفوا اخطائهم ويصححوا. ومعظم لجان المقاومة الآن، يعني ما كلها بقول يعني، لكن معظمها أخذت دورات تدريبية، والثلاث سنة دي ذاتها كانت بالنسبة لهم فترة بتاع تجربة، فترة بتاع نقاوة. والآن يعني الشباب لو جو يعطلوا المنصات أو الكراسي بتاعة المجالس التشريعية، أنا موقن تماما إنه حتى لو كانت الديمقراطية بتتم عن طريق الأحزاب، إنه المجلس التشريعي المكون من الشباب الثوري اللي هم لجان المقاومة دي بيقدر يدير البلد صح، وبيقدر يضمن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء. شكرا لك أنس عمر، عضو لجان مقاومة سنار، على المشاركة في راديو دبنجة. وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.